السلام عليكم، معكم سيد من قناة أبدأ واستمتع. النهاردة بنتكلم عن موضوع من الموضوعات اللي الناس كتيرة بتدور على حل ليها، وهو تحميل الصور والفيديوهات من على انستجرام. عشان نعمل كده هنفتح التليفون بتاعنا ونخش على الجوجل بلاي، تمام، وننزل برنامج اسمه جاست لود. هندور على البرنامج، تمام، جاست لود، نعمل له انستوليشن. اهو جاري التحميل. تم التحميل. بنفتح البرنامج، تمام، ونتأكد ان احنا عملنا له الاو، تمام، ايوه كده، ان احنا خلاص ادينا له التصريح بانه يشتغل بشكل سليم على الجهاز. ونخش هنا ونشوف صورة أو فيديو نحملها بالبرنامج ونتأكد إن هو شغال بشكل كويس ولا لأ. هنشوف هنا صورة مثلا، تمام، هنروح على الصورة، وفي الثلاث نقاط اللي جنب بعض على اليمين ندوس فيهم وندوس على كوبي لينك، تمام، كوبي لينك. أروح أفتح تاني البرنامج، تمام، وأعمل بيست اللي موجود على اليمين هنا، تمام، بيظهر لي على طول اهوت اللينك التحميل. بدوس على علامة الداونلود السهم اللي تحت كده، اول ما ندوس عليه، تمام، بيبدأ التحميل. بنشوف فوق عندنا على الجهاز فوق هنلاقي تم التحميل. اهو بنسحب الشاشة لتحت بنلاقي الصورة موجودة هنا اهوت اللي احنا حملناها. نتأكد، ندوس عليها، بتتفتح من جوه الجاليري بتاعنا، يعني خلاص اتعمل لها سيفنج على الجهاز. طيب نجرب مثلا الموضوع هيشتغل على الفيديوهات ولا لا. نفتح تاني انستجرام ونشوف كده فيديو، نشوف يا ترى هينزل معانا بسهولة ولا لا. ادي مثلا فيديو اهوت، نروح على الثلاث نقاط اللي على اليمين وكوبي لينك، تمام، بعدين البرنامج هنا اهوت، بعمل سيلكت اول عشان امسح القديم، تمام، واعمل بيست للجديد، تمام، ادي اهوت ظهرت لنا لينك التحميل. ندوس على السهم اللي تحت وننتظر لحين الانتهاء من التحميل. هيجي لنا اشعار فوق على شاشة الموبايل بيقول تم التحميل. تم التحميل ده عشان فيديو. بنختار اي برنامج لتشغيل الفيديو موجود عندنا على الجهاز، اي برنامج زي مثلا ام اكس بلاير. نتأكد ان الفيديو شغال ولا لا. اهو تمام، الفيديو شغال ممتاز وصورة اتش دي وشغالة بشكل ممتاز جدا. دي كانت طريقة التحميل لصور الفيديوهات من على الانستجرام. أرجو أن أنتم تكونوا استفدتم من شرح النهاردة، وما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب في القناة، وأشوفكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.